دول الضيوف اللي هنستضيفهم اول اسبوع. وانا ما عنديش غير ضيف واحد هستضيفه بفقرتي في اول اسبوع. جعفر الايوبي عالم الحيوانات. ليه؟ ما انا جايبه عشان لو ماهي وفوزيه يحتاجوا حاجه. لا اله الا الله. الولد ده قذر جدا. قذر جدا. استاذ حمزه انا عايز اعرف. ابدا يا ستي، انا عامل ربط ما بين علاقه الراجل ومراته كبشر يعني، وعلاقه اي ذكر وانثى من الحيوانات، واكيد الراجل اللي هيجي لنا دوت معاه ماده في الميه للكلام يعني. فكره رائعه. ايوه، ما انا ما بقولش غير الافكار الرائعه يا استاذه سناء. الا قولي لي، انت تعرفي الدلع شريف ولا ناشفه؟ مش فاهمه. مش مهم، يبقى ناشفه. سافل جدا. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير. صباح النور. البنور. لسه بدري يا هاني. اسفه يا جماعه التاخير. المهم انت كويسه؟ لا انا تمام زي الفل. انا بس يعني راحت عليا نومه. سوري. سبحان الله. شوف الزمن يا اخي. انا كنت اعرف واحده ما بتنامش. والله عشان تروح تقابل واحد نجم من نجوم المجتمع عشان تعمل معاه تقرير صحفي، كانت بتبيت له على السلم. تخيل توحى. رخيصه قوي يا استاذ. انا قلت كده يا ابني ما صدقونيش. رخيصه جدا. برافو عليك. رخيصه ايه؟ رخيصه عشان بتعمل شغلها يا استاذ فتحي؟ ما هو اي حد معدي هنا بقى اسمه استاذ. اسف يا استاذ، انا مش قصدي، بس انا عارف النوعيه دي، نوعيه الصحفيات اللي هم عاملين زي الدبانه، يفضلوا يزنوا ويزنوا عشان يوصلوا الحاجه اللي هم عايزينها، ولا كانهم سيلز عايزين يبيعوا لك حاجه انت مش عايزاها، ومصممين ومصرين برخامه. سيبك، ركز معايا انا. المهم ان بعد ما وصلت لهدفها، واخد بالك، بدات بقى تتنطط على خلق الله، وتتاخر على مواعيدها، وتيجي متاخره وتقول ده جو ضيق قوي يا ريس، وده تقدر تقول عليه اسمه الوطيان بذات نفسه. الوطيان بذات نفسه. الله، حلو قوي. وانا لو من الراجل اللي هي راحت له قبل كده وجات لي تاني، هديها باوسع جزمه عندي. فتحي. فتحي لو سمحت قوم دلوقتي عشان تستلم البروموز بتاعه البرنامج والجرافيكس. يلا. حاضر. شريك كده، بس ارجوك يا استاذ حمزه اروح وارجع تكمل لي قصه ست الواطي قوي دي، بحب الحاجات دي قوي. على اذنك استاذ. ابقى فكرني يا فتحي لما ترجع، بحكي لك الراجل ده لما رجع يبوس ايديها عشان، ولا بلاش، اصل انا بنت ناس مش واطيه. بلاش. على اذنك يا جماعه. مستنيك يا توحة. جاي يا ريس. حاجة. فتحي. متأخرش يا حبيبي، مستنيك. حاضر يا ريس. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الناس بتقول مش هتبطل استظراف بقى. إيه ده؟ هو أنت تعرفي أنا بتكلم عن مين يا أستاذة أيه؟ أستاذة؟ مش لايقة عليك خالص كلمة أستاذة دي على فكرة. ليه بس؟ حمزة، أنا مش عايزة أضايق الستات دول، كفاية بقى كده، إحنا خلاص خلصنا لعب في البروفات، داخلين عليه شغل بجد، هنشتغل هوا. حمزة تاني وغير أستاذ، قال هالجزمة وديلك بيها زي الواد فتحي مال بالظبط. يا أستاذ حمزة. أنت بقى هتعلميني شغل الهوا؟ أنا بشتغل هوا من قبل أبوك. احترم نفسك وما تجيبش سيرة أبويا تاني على لسانك. صلي والله العظيم أطلق عليك النسوان دول، وخصوصا جمانات نفسها تقرقشك وتقطعك حتت وترميك في الشوارع. عملت إيه في الفقرة بتاعتك يا أستاذ حمزة؟ مالكيش دعوة. ماليش دعوة؟ يس. أوكي. أستاذة سناء، من فضلك تأكدي على الأساتذة كلهم، أستاذة مي، أستاذة فوزية، وأستاذ حمزة، كلهم يحضروا الفقرات اللي هيشتغلوا فيها بالضيوف قبل ما نبتدي تصوير لو سمحتي.
أستاذة آية حصل وكلهم ادوني أفكارهم. كلهم؟ أستاذ حمزة عنده فكرة مميزة وضيف مختلف تماماً. ليه مين الضيف؟ جايب جعفر الأيوبي عالم حيوانات. عالم حيوانات في البرنامج. وإيه علاقة الحيوانات يا أستاذ حمزة بالبرنامج؟ زي علاقتك بالبرنامج لا فكرة حلوة قوي. لا ده أنا عاجبك قوي قوي. ايوه لا الاستاذ لسه ما وصلتش. ماشي صباح الخير. صباح النور يا استاذ. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وحشتينا قوي يا استاذ. وانت كمان. في كميه اوراق لازم تشوفيهم. ماشي حمضيهم بس استني اما اخد نفسي. ها وصلوا العيال؟ ايوه. هو حضرتك ما تعرفش ايه اللي حصل؟ لا ايه اللي حصل؟ الاتوبيس عمل حادثه. ايه؟ لا 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 ما تقلقيش، اشرف ومحمد ما حصل لهمش حاجه، هما كانوا قاعدين اصلا ورا. بس في حد عموما جرى له حاجه؟ للاسف في ثلاثه ماتوا. عاليه ده الحمد لله ان حضرتك ركبت الطياره. انا عرفت من محمد ان انت كنت هتركبي معاهم نفس الاتوبيس اللي راجع. الحمد لله على سلامتك يا استاذه. تليفونها مقفول، انا لازم اتصل بمحمد ضروري جدا. ما تقلقيش صدقيني ما حصل لهمش حاجه. ايوه يا محمد الحمد لله على سلامتكم، انتوا كويسين؟ طب الحمد لله. محمد عايز اسالك، في البنت اللي كانت بتصور في المعرض كانت معاكم في الاتوبيس، جرى لها حاجه؟ يعني ازاي ما تعرفش؟ طب يلا اقفل اقفل. يا رب لا يا رب. بصي يا ادهم يا حبيبي، في واحده اسمها ساره هتيجي تقعد معاك طول ما انا موجوده في الشغل. مش عايز حد يقعد معايا. يا حبيبي ما انا ما ينفعش اسيبك لوحدك، هبقى قلقان عليك. ما انا يا اما قاعد هنا يا اما قاعد في اوضتي، ايه الفرق؟ ما هو يا حبيبي ما ينفعش تفضل قاعد هنا او في اوضتك، لازم تقعد مع حد. مش مشكله. بصي يا ادهم، الواضح ان ساره دي اللي على الباب، من فضلك ارجوك يا حبيبي ما تحرجنيش معاها. اهلا يا ساره اتفضلي. ازيك يا ادهم؟ انا ساره. مش عايزه اقعد مع حد. اوكي لو مش عايز تقعد معايا مفيش اي مشكله، انا قاعده. حضرتك ممكن تتفضلي، لو احتجت حضرتك هكلمك على الموبايل. ادهم حبيبي انا ماشيه، لو احتجت حاجه قول لطنط سارة. مش عايز أي حاجة. باي يا حبيبي. أنت رايح فين؟ أقوم أوضتي. طب تحب أوصلك؟ بعرف لوحدي. طب اتكلمني كده ليه يا أدهم؟ إيه المشكلة يعني إن أنت مش قادر تشوف لفترة معينة؟ أنت إن شاء الله هتعمل العملية وهتشوف، وبعدين احمد ربنا. في ولاد كتير جدا بيتولدوا بيعيشوا طول حياتهم من غير ما يقدروا يشوفوا. مش ترد عليا؟ عموما براحتك، لو مش عايز ترد عليا ما تردش. انا قاعده هنا، لو احتجت حاجه بقى يبقى قول لي. ايه ده يا جيم؟
انت بتشربي بيرة على الصبح ولا ايه؟ ما اقدرش اعيش من غير بيرة بجد. بيرة ايه يا بنتي؟ ده عصير تفاح. هي خمرة عندكم حلال؟ عندنا؟ عندنا مين؟ المسيحيين. بجد انا ما اعرفش انتوا بتجيبوا المعلومات دي منين. واحدة صاحبتي. لا يا ست، احنا الخمرة عندنا في ديننا حرام، وعندنا آية في الإنجيل بتقول إن اللي بيشرب الخمرة مش هيدخل الجنة. أمال أنتوا إزاي بتشربوها جوه الكنيسة في الصلاة بتاعتكم؟ جوه الكنيسة وفي الصلاة؟ لا، إحنا في القداس في الكنيسة بنشرب عصير عنب، عصير عنب. هو أنتِ بتشربي؟ لا. بس في مسلمين بيشربوا. أيوه. ده معناه بقى إنه عندكم في الدين حلال؟ أكيد لا. الموضوع كله مرتبط بسلوكنا الشخصي، طب ما أنا شخصياً ساعات بشرب. إزيك يا درش؟ أنا زي الفل. طيب. طب هي ليه الخواجات بتشرب عادي كده؟ موضوع الخواجات ده بقى أنتِ تتصرفي فيه، تروحي تسأليهم. طب ما إحنا عندنا ما بنطلقش وهما بيطلقوا. آه صح، أنتوا ما بتطلقوش. يا سلام، إشمعنى دي ما فكرتيش فيها يعني؟ لا بس برغم إن هما يعني بيعملوا ساعات حاجات في الحريات يعني بتتعدى الدين وكده إلا إن هما عندهم أمانة. إحنا بقى عندنا بقى إحنا مين؟ قصدك المسلمين يعني ولا إيه؟ لا طبعًا هو مش قصده المسلمين، هو قصده المجتمع ككل، مسلمين ومسيحيين. عادي. تصدق جان بزعل قوي لما لقى حد المفروض ان هو متعلم وشغال في شركه محترمه ويبقى جاهل كده زيك يا فاطمه. اه والله تفرق ايه معاكي هما بيشربوا ولا ما بيشربوش، بيتجوزوا ولا بيطلقوا؟ يعني انت لو عايزه تشربي اشربي، مش عايزه تشربي ما تشربيش. خلاص يا مصطفى، هو انت زعلتي يا جان؟ لا خالص صدقيني انا ما زعلتش. وبعدين في ايه يا درش؟ عادي انها تستفسر، ممكن الواحد يبقى عنده معلومات مغلوطه عايز يصححها، ما فيش مشكله. تستفسر ايه؟ دي اسئله عيال في ثانيه حضانه، دي اسئله اطفال يا فاطمه. الو. ايوه يا بنتي، انت فين؟ في ايه يا مصطفى؟ انت كسفتها كده ليه؟ انا ما عملتش كده عشانك على فكره، انا اصلا ما بقتش اتعامل مع العيال التافهه دي. لو احنا هنعمل وجهه نظرك دي في الدنيا يبقى مش هنتعامل مع حد خالص. بص يا جان، لو الواحد ما عرفش يعمل حاجه في المجتمع اللي هو فيه عشان يقدر يعيش جواه، الاحسن هو يموت. عندك حق. الو. ايوه جان، انا مستني مهندس الديكور عشان يرفع المقاسات احكي له تخيلي. ما استنيتنيش ليه يعني؟ طيب يرفع مقاسات بس، انا مش عايزه منك اي تخيلات خالص، اي حاجه هبقى انا اقولها له. ليه يعني؟ انا برضو ليا وجهه نظر ولازم اقولها له. مفيش حاجه اسمها وجهه نظرك، اسمها وجهه نظرنا. وجهه نظرنا جان، كبري دماغك. خلص واكلمك. باي. ماما انت لسه زعلانة؟ على فكرة لو زعلانة ما كنتيش وافقتي، لكن توافقي وتفضلي زعلانة ومع عايزني اعمل ايه؟ ازغرط مثلا؟ طبعا زعلانة. اقولك خلاص خليكي. انا زعلي على البيت هين، انما زعلي عليك انت اكتر. ليه؟ ليه؟ ده انت مفيش حاجة بتقول فيها لا، كله حاضر كده. ايه؟ عينيك مكسوره كده ليه؟ يا ماما مين قالك ان انا ما بقولش؟ انا بقول لا على فكره. هات لي حاجه واحده قلت فيها لا. في حاجات كتير. قول لي حاجه واحده. مثلا كان عايز نكتب الشقه باسمها وانا رفضت. يا خبر اسود، انتم ولا اعمل ايه؟ طلب منك كده فعلا؟ ده ابو وانت عملت ايه؟ يا ماما ده ابو جان مش جان. لا انت هتقولي جان؟ جان دي ملاك. يا ماما جان كويسه مش زي اهلها خالص. يا ابني اتعلم حاجة، البنت لازم تشرب من أهلها، ده إذا ما كانتش أسوأ. يا ماما. ماما إيه يا أخي بقى تنيل؟ الناس دي إيه بالظبط؟ ده إحنا ما عندناش طلاق. الراجل ده بيحاول يضمن إيه؟ ده إحنا يا راجل لو كنا مسلمين ما كانش طلب منك اللي بيطلبه ده. ده أنا قاعدة مع خديجة بقول لها على اللي طلبوه منك، قالت لي إنها لما جوزت بنتها فاطمة لمحمد ما عملتش كده، ما جاتش عليه وضغطته، والولد ممكن يرمي بنتها في أي وقت. انت قاعده فضحاني قدام الناس. فضحك؟ انت شايفها فضيحه؟ وبعدين خديجه دي جارتي واختي. ماما جان ما طلبش ابوها مني ان انا طلعت من الشقه، انا اللي قال لي هات شقه في مصر الجديده بس. وليه يطلب؟ وليه يخلف الاتفاق اصلا؟ وبعدين هو هيلاقي واحد يحب بنته ويخاف عليها قدك؟ هيلاقي زيك فين؟
لا هي لا يا ماما، يا ماما هم احسن مننا ماديا واجتماعيا. انا مش عايزه اسمعك بتقول كده، ده ليهم حق بقى يركبوك اكتر من كده. لما انت شايف نفسك كده هم يشوفوك ازاي؟ وبعدين يا عبيط مفيش في الجواز كده، انت كان ممكن تطلع مش كويس وتبهدل بنته. الراجل ده لازم يفكر بشكل تاني في الراجل اللي هياخد بنته. يا ماما خلاص، مهندس الديكور جه، ارجوكي مش عايز فضايح. والله ما حد هيفضحنا غيرك. نعم، عايزني؟ عطشان والكوبايه وقعت. ايه المشكله يعني؟ قومي هاتي لي ميه. لا قومي انت هات لنفسك الميه. اقوم ازاي يعني؟ ماشي انا هجيب لك ميه، بس تعالى معايا وساعدني. اتفضل هات ايدك. اتفضل. مش معقول يا ادهم. اتفضل. ايه اللي على الارض ده؟ ده ماما حطاه لي عشان اقف عليه. عندك اي سؤال؟ ممكن تهدى شويه؟ على فكره عصبيتك دي مش هتعمل لك اي حاجه. مالكيش دعوه بيا. انا بس عايزاك تفكر، العصبيه يا ادهم مش هتخليك ترجع تشوف تاني. وانتي مالك؟ انا بنصحك، اللي هيخليك تشوف تاني هي العملية وبس، مش نرفزتك على كل اللي حواليك. أنا حاسة إن العملية دي مش هتتعمل، ولو اتعملت مش هتنجح. أولاً هتنجح ونسبة نجاحها كبيرة جداً، ثانياً أنت هتعملها وهترجع تشوف تاني إن شاء الله. مين اللي قالك إن نسبة نجاحها كبيرة؟ عشان مامتك لما قالت لي دخلت على الإنترنت وقريت وعرفت إنها حاجة بسيطة جداً. طب ينفع تقريني وتقوليني؟ لا ما ينفعش. ليه؟ عشان أنا جعانة وعايزة أفطر، أنت مش جعان؟ جعان. طيب ممكن تساعدني بقى عشان نعمل فطار؟ ساعدك ازاي يعني؟ معرفش ساعدني يعني، انا معرفش المطبخ ومعرفش البيت واول مرة اجي. ساعدني بليز. ساعدني تاني؟ ساعدني ممكن؟ ادهم ادهم. حاضر هساعدك. ماشي. هتاكل ايه؟ اي حاجة. يعني ايه اي حاجة؟ نفسك تفطر ايه؟ اي حاجة. انت ما بتفهميش يا ساتر. اوكي مستر اومليت، فين البيت؟ هيكون فين يعني؟ في التلاجة. ايه النبضة دي؟ هو هي فين التلاجة؟ جوه. جوه هنا يعني؟ طيب انا هجيب البيض وانت هات اطباق. هو عارف كل حاجة وعمال تقولي مش عارف. اتفضل اتفضل امسك البيت ده وهو الطبق هنا، اكسلي فيه البيتين لو سمحت. فين يا عم مختفي؟ معلش انا مختفي شويه بس انا في خير كبير قوي وانت عايزك معايا. انا ما فهمتش منك حاجه امبارح في التليفون خالص. عشان كده انا جيت اتكلم معاك شويه. بس طالما هنتكلم وانا هسمع يبقى اسجرتني نسوك اسمك. لا لا الحمد لله مبطل بقالي 3 ايام. مبطل ايه يا ابني؟ معلب السجاير في ايدك اهي. يا عم واحده واحده، انا اللي قدرت عليه عملته والباقي ربنا يعيني. لا 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 يا شيخ فوزي ده شكلك كده داخل على خليه. يا سيدي ولا خليه ولا حاجه، من الاخر يا سيف الراجل اللي انا قابلته ده حاجه ثانيه خالص. راجل بسيط ومقنع حتى في طريقه كلامه واقناعه. من الاخر هو مش عايز منك حاجه غير انك تمشي مظبوط، تعرف ربنا بس، تكسب دنيتك واخرتك. بص انت عارف كويس قوي ان انا السكه دي ما بحبهاش من ايام ما كنا في الجامعه.
سكت ايه يا سيف؟ بس هو مش عايز منك حاجه اصلا غير انك تعرف ربنا. الراجل ده بجد يا سيف فوقنا. فوقك من ايه يا ابني؟ لا بص انا مش هتكلم معاك، انا عايزك تيجي تقعد معاه وتقابله. انتوا بتتقابلوا فين؟ نتقابل عنده في البيت. اوعى تكون متراقب يا فوزي. متراقب ايه بس يا عم؟ ده شاب زيه وزيك، هو كل الحكايه بس ان ربنا هداه بدري شويه. طب ما تقول لمحسن يجي معانا. لا محسن صعب، بس اكيد هيجي يوم من الايام اقول له. بس انا حسيت ان انت اللي محتاج قوي كده يا سيف. ها هتعمل ايه؟ هعمل ايه في ايه؟ مش هتخسر حاجه يا عم، احنا بنقعد كل يوم الساعه 7 الدرس عنده بيبتدي. اه درس بقى وجو وبتاع والحاجات دي؟ يا عم مش درس زي ما انت متخيل، دي دايره نقاش، احنا بنقعد نتناقش ونتكلم معاه. تمام؟ عدى عليك الساعه 6 عشان اخدك. هشوف يا فوزي هشوف. لا مش هتشوف، انت هتيجي. خلاص يا عم ماشي هاجي. ماشي. تمام انا همشي بقى عشان عندي كام مشوار لازم اعمله. اه صحيح. وبدي المفتاح ده لمحسن. ايه ده؟ ده مفتاح الغواصة. خلاص بقى مش عايزه تاني. وانت كمان ربنا يتوب عليك ان شاء الله. اوبا بقى شيخ فوزي. ماشي ماشي يا شيخ فوزي. ولا شيخ ولا حاجه بس ربنا يرضى عننا. يلا. سلام يا سيف. سلام يا فوزي. تصدق بقى الفقره دي بقى شكلها هيطلع حلو قوي. ادينا بنحاول. على فكره انا وافقت انك تساعديني وتعدي معايا البرنامج لانك صعبت عليا. اللهم طولك يا روح، انا شكلي هشوف معاك ايام سودة. على فكره وريني هتعملي ايه بروح امك. طول عمري بقول لك اعمل الكرافات عقدتين مش عقده واحده. ايوه ايوه حبيبتي. ايوه شريف عايزنا في المكتب حالا. انا وانت؟ طيب هستاذن حضرتك. باي باي. بعد الكروات بقى علشان استناكي تعملي لي. باختصار شديد تقدر تطلع هوا بكره؟ نعم. انا بكلم ايه، هي البروديوسر مش انت. طب شريف ممكن اعرف ايه السبب يعني؟ بص يا ستي، قناه السي تي في دي قناه منافسه لينا. كان المفروض اطلع كمان اسبوع ببرنامج جديد. يظهر لما عرفوا ان احنا بنحضر البرنامج بتاعنا وفكرته قلقوا وخافوا فقرروا يطلعوا بكره. انا كمان عايز اطلع بكره، دي فكرتي. لو قلتي اوكي هنزل برومو حالا. هي مش كانت اوكي، انا عندي مشكله ان لسه الديكورات ما خلصتش، الجرافيكس، الفيلر، في حاجات كتير. ما تشيلش هم المواضيع دي. انا هخلي ولاد النهارده بيتوا على الديكور وكمان بتوع الجرافيكس. بس احنا برضو عندنا مشكله، حمزه لسه ما نسجمش مع الستات. سيبهم ياخدوا على بعض كده مره واحده. خلاص يا شريف مفيش مشكله. اشكرك. شيلي قريبا على حمزه في قعده ستات وخليها غدا. شكرا يا ايه. العفو، تحت امرك. وبعدين يا بنتي خيلتيني رايحه جاي. ادعي لي ما تكونش معلماته يا ماما. ربنا يحافظ عليها يا بنتي. هي اسمها ايه؟ عليا. لو ماتت هبقى انا السبب، انا اللي مديها التذكره، يعني انا اللي موتها. ان شاء الله هتكون عايشه يا بنتي. انت مش بعتي حد للمستشفى؟ اه. طب خلاص اهدي بقى. يا رب. الو، متأكد؟ طلعت هي. طلعت هي. الله.
يا بابا. بنت مالها؟ مين اللي مات؟ أنا اللي موتها. لا 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 يا بنتي لا ما تقوليش كده. ربنا اختارها يا حبيبتي، ربنا اختارها، ده مقدر ومكتوب يا حبيبتي. وبعدين ما احنا كلنا كلنا رايحين له، ايه فرقت ايه يعني؟ فرقت انها ما تتبدلي. انا اللي كان لازم اموت، انا اللي اديتها التذكره، انا اللي موتها. كفاية حبيبتي، كفاية يا حبيبتي، كفاية كفاية، مش قادر اسمعك ولا اشوفك بالشكل ده. كفاية يا حبيبتي. بقول لك ايه، اهدي كده ونفكر مع بعض ممكن نعمل ايه. ها، انا ما اعرفش عنها حاجة، ما اعرفش عنها حاجة غير انها ماتت. كان نفسها تروح لمصاحبتك، كانت عاملها له مفاجأة استغفر الله يا بنت، استغفر الله، ما تقوليش كده ابدا. ليه كده يا بنتي؟ بس حد يحاسب ربنا؟ راحت عند اللي احسن مني ومنك ومنها. استغفري ربنا يا هبه بقى. ايه يا بنتي؟ ايه يا حبيب بابا؟ ايه يا بنتي؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه كده؟ معلش مساء الخير يا سارة. ازيك؟ ايه؟ نام من امتى؟ نام تقريبا من ساعة. طيب وعملتوا ايه بقى؟ يعني كان معاكي طول اليوم عامل ازاي؟ طبعا في الأول كان عنيف شوية، وبعدين عملنا أومليت، أكلنا مع بعض، هزرنا، وكان لطيف جدا. بصي اللي وصلنا له لحد دلوقتي كويس أوي. كويس. هو طبعا الحمد لله استجابته سريعة مع انه يبان عنيف. طيب يعني هيتحسن؟ طبعا. هياخد وقت قد ايه؟ كتير ولا؟ لا مش كتير، زي ما بقولك استجابته سريعة ان شاء الله. انا محتاجة اشوفه طبعا كم مرة كمان، بعد كده خلاص. ميرسي يا سارة، متشكرة جدا. على ايه؟ ميرسي يا حبيبي. هو جميل. ايه اخبارك؟ مفيش، انا جيت على طول اول ما كلمتيني. ولا كانوا سجارتين؟ لا لا والله. ايه بقى المفاجاه اللي انت قلت لي عليها دي؟ عملت مجله. مجله؟ ايه مجله حائط دي ولا ايه؟ ايه مجله حائط دي؟ مجله بتطبع. انت يا بنتي ازاي سريعه كده؟ حركتك سريعه جدا. ايوه ربنا بيحبني. اسمها ايه المجله دي؟ الرجل. رجلي ايه؟ انت شارب سجارتين ولا ايه؟ الرجل ده. ايه دي، مجله جزم دي ولا ايه؟ الرجل الرجل. ودي هتكتبي فيها ايه؟ دي سياسيه دي ولا رياضيه ولا لا؟ حاجه سياسيه واجتماعيه واقتصاديه، انتوا بلاويكوا كتير وانا هلحق. ماشي. بصي انت من ساعه ما رجعتي مصر وانت مصممه تتحبسي، علوم براحتك. اسمع مني بقى المفاجاه دي. ايه؟ الواد فوزي. كلمته امبارح ما ردش عليا. ولا هيرد عليك. ليه؟ عقبالي عندك استشيخ. استشيخ يا راجل؟ والله. ازاي يعني؟ جالي امبارح بيقول ان هو قاعد مع واحد شيخ، بيقول انه كويس يعني، وقعد معاه وينصحه خلاه يبطل حشيش. ده جه اداني مفتاح الغواص، قال لي مش جاي تاني. بصي المشكله بقى ان هو عايزني اروح معاه، بس انا الحقيقه مش عايز. ليه؟ بصي الواد فوزي ده هوائي شويه، يعني تلاقيه يشبط في الحاجه وبعدين يسيبها وبعدين يروح. انت مالك ومال فوزي؟ ما تروح ما تروح، يمكن تسمع كلمتين كده من راجل بتاع ربنا تهدي نفسيتك. بصي انا مش في السكه دي. انت تروح تقعدي مع الناس دي تلاقيه يكلمك ويتدحلب بالكلام ويقول لك كلمتين ناعمين، وفي الاخر هو عايز يسيطر عليكي ويخليكي تابع ليه وبتاع. لا ما لا. سيف لازم تتعلم ازاي تبقى نحله. نحله؟ دي شتيمه دي ولا ايه؟ لا يعني تتعلم تاخد من كل حاجه الحلاوه بتاعتها بس. بتاع مصلحتي يعني؟ لا
لا طبعا، يعني رحت ولقيته راجل كويس وبيقول كلام بتاع ربنا وهدى نفسيتك تمام. ما لقيتوش كده امشي وسيبه، هتخسر ايه؟ بس هو فوزي كلمني النهارده الحقيقه ما رضيتش عليه، بس بقى اروح له بكره ولا بعده ما يجراش حاجه. ايوه مش هتخسر حاجه. بس بقى سيبك من الكلام ده، بما انك بقى قررتي تكتبي وعملتي مجله للرجاله وبتاع. ايوه انا بعد ما قعدت مع نفسي كده وضربت سجارتين حلوين توصلت الى فلسفه عميقه وجديده وما اتعملتش قبل كده. قول قول يا فيلسوف. انا اكتشفت ليه انا وهديل علاقتنا كده ببعض. كده ازاي يعني؟ يعني ليه انا وهديل مش مبسوطين مع بعض؟ ليه بقى؟ علشان انا لما اتجوزت هديل اني ما كنتش بكر. بكر؟ اه بكر. انت عارفه لما كنت بروح افرح اصحابي كنت بتريق عليهم اقول له يا ابني هدي اول مره تلمس فيه واحده ست؟ يقول لي اه. اقول له يا نهار اسود يا عبيط. طلعت انا اللي عبيط. انت عارفه انا ما كنتش حكيت قبل الجواز، ما كانش ده بقى حالي. العك ده على فكره ضرني جدا ما نفعنيش. والراجل لازم يكون بكر قبل الجواز زي الست بالظبط. رعوبه سيف. لا صحيح. والغريبة ان اصحابي اللي معكوش قبل الجواز مبسوطين لغايه دلوقتي مع مرضاتهم. بس يعني في ناس بعد الجواز ممكن عينيهم بتتفتح شويه. بصي دي رجاله انا مرضوضه. بس انا ما كنتش من النوع ده من الرجاله. الله يسامحهم بقى اللي ما خلونيش بكر قبل الجواز. هبة ايدز ورانيا عوا. مين دول يا سيف؟ دول الوحوش اللي ما بيرحموش. بينهم لله. مش ممكن. ده انا شفت ايه يا مانجي؟ يا بختك. يا بخت ايه؟ ما انا مش نايل معكوك فيها لغايه دلوقتي. الواحد مرتاح. يلا مبروك على المجلة. أنا بارك فيك. بس اوعي تكتبي الكلام ده في المجلة. هكتب. اوعي تضحي بك. ربي. أنا ليه كده؟ يعني إيه أنت ليه كده؟ يعني ليه كل ما أعمل حاجة أو أتعرف على حد لازم أحزن؟ جد ليه؟ أنا حاسة إني نحس في حاجة غريبة بتحصل. أي حاجة بتحصل لك شايفاها وحشة أكيد ليها جانب تاني. ربنا ما بيعملش حاجة من غير سبب. والبنت اللي موتها سمبها إيه؟ يا بنتي أنت ما موتيهاش، ده عمرها. بجد أنا آسفة إني بتقل عليكي. وسوري. بلاش عبط. أنا مخنوقة يا سارة. أنا كمان. أنت قررتي هتعملي إيه؟ كل ما احاول انسى برجع بفتكر. طب ايه رايك نحاول نفكر بشكل عملي؟ شوفي تقدري تساعدي عليه ازاي؟ تقدري تعرفي عنوان جوزها مثلا وتحاولي تساعديه؟ بجد انا اسفه اني بنكد عليكي. انا عارفه اللي فيكي. اكد يا ستي ولا يهمك، صاحبه الجبل.